السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. كيف ما وعدتكم في الفيديو الفايت، كيف ما نشوفوا دي زيكزامبل على هاد لي فونكسيون دو تاكس. عندنا فونكسيون لين كتجيب لنا لانت ديال واحد، يعني لا لونغور ديال واحد شين كاركتر. في هاد ليكزامبل نحسبو بي او ان 3 4 5 6 7 جابيل 8 لسباس 9 10 11 لسباس 12 13 14 15 وعلامة استفهام 16. هما عطينا هنا فو سايز يعني فيها 16. لين هادي شين كاركتر خاوية بيان سور زيرو، هنا ما فيها والو. ميد قلنا هادي فونكسيون ميد هادي كتمشي لنا كنعطيوها واحد البوزيسيون ولو نومبر ديال لي كاركتر. عطينا بوزيسيون 4 يعني غاتافيشي ليا رو لي سباس هي 5، و ايز هي ستة، و بي هي 7، يعني واحد جوج ار واحد من هنا و او جوج لي سباس 3 اي 4 اس 5 و بي 6. خاص افيشي ليا 7 نورمالمون. هنايا كاين شي ايرو رو اسباس 3 اس بي با خاصها هنا واحد، كاين هنا خاص افيشي ليا اسباس، عرفت منين جات المشكل معليناش. ميد زورو اس باك 12 واحد، هي تا البوزيسيون 12 وتافيشي ليا ان سور كاركتر جوج ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اثناش. هنا علاش عطاتنا ليرور؟ نورمالمون خاصها تكون واحد لي سباس، يعني داكشي علاش افيشينا غي هاكا. واحد جوج تلاتة ربعة خمسة، واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة. حتى هنا عندنا خصنا واحد لي سباس، دونك غادا تافيشي ليا سي، هنا هي لي جات رقم اثناش. ليفت اي بوطو قلنا كتافيشي ليا 8 من ليفت من اليسار، 3 4 5 6 7 8 حتى لحد اي بوطو وكتحبس. رايت العكس كتافيشي ليا 4 من الاخر، يعني من يعني 3 د لي بوا و تي اللي هما هادو، هذا هو لافيشاج. تروف قلنا كتقلب على هاد الجمله وسط هنا، الى لقاتها بحال مثلا هنا لقات بيغ كترجعنا البوزيسيون كما كنلاحظوا، واحد جوج لي سباس 3 و بي، كتبدا لنا بيغ من بي اللي هي في كاتريام بوزيسيون، ردات لينا 4. تروف ان بيغ بونور وحنا كنقلبوا لها التيكنو، ما عندناش كاع هاد الكلمه هنايا، دونك كتروتو لينا 0. عندنا كوم كتقارن لينا بونجور مع مسيو، انجيو غير الكاركتر الاولى لقاو بان بي صغر من ام اوتوماتيكمون ترجعنا موان زير. الا حسبنا الكود اسكي ديالهم كاملين راه بيان سور هادي راه صغر من مسيو، يعني ترجعنا موازي. نكوبيو بونجور قلنا من الكاتريام بوزيسيون، نكوبيو كات كاركتر كاتريام بوزيسيون هي جي و او و اي و اف هما 4، هما افيشاتهم هنا. هادشي اللي كان في لي ليست شين باردون لي شين كاركتر، او اللي كنقولو ليهم في الالغوريتم لي فونكسيون دو تكست. إن شاء الله على فيديو جاي نشوفوا دي زيكزارسيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.